قوائم أسماء الطلبة المقبولين بدورة الكلية العسكرية 111 أحدثت ذهولاً وصدمة لدى الشارع الموصلي بعد قبول 10 طلاب فقط من المحافظة، الأمر الذي وصفه الكثيرون بالطائفية والعنصرية، مطالبين الكاظمي بالإنصاف بتوزيع القبولات، فالجميع أبناء الوطن الواحد. فحق الموصل انغبن من 2003 لحد الآن بالكليات الأمنية والكليات العسكرية، وهذه الدورة الأخيرة لا يوجد أي شخص ما عدا الواسطة جاي عن طريق شخص، وهم 10 أشخاص فقط، اللي هي بنت الموصل، هي أهل الضباط، هي أهل الكفاءات، هي النجباء، هي أهل القادة يعني. فإحنا لازم نعالج هذا الموقف، فأين مصيرهم؟ 10 من نسبة 4 ملايين وكلهم كفاءات وخبرات عالية، يعني استحقاقهم هذا في الكلية العسكرية؟ فأين وصلت إلى هذه الأمور؟ لما يكون تمثيل الموصل مهمش فبالتأكيد حقها راح يروح بالكلية العسكرية، ويروح بالموازنة، ويروح بالإعمار، وفي كل المجالات. نخب مثقفة انتقدت تواجد حقل المذهب الذي أثار ضجة كبيرة لم تقتصر على نينوى فحسب، بل شمل الأنبار وصلاح الدين، وكأن الأمر متعمد للسخرية من أبناء هذه المحافظات. فإزالة إشارة المذهب التي أمر بها الكاظمي جاءت متأخرة بعد أن كشف الستار، متأملين أن لا تعاد الأمور المذهبية بقبولات الطلبة مستقبلا. حق المذهب اللي وضعوه في قبولات الكلية العسكرية أمر مخجل جدا، هو حقيقة مو جديد يعني عن الحكومة العراقية، صار من 2003 لحد الآن الحكومة العراقية تتبع هذه السياسة، سياسة المحاصصة الطائفية في كل مفصل من مفاصل الدولة، ليس فقط في الكلية العسكرية. لكن قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاء متأخرا حقيقة، لكن خير من أن لا يأتي. يعني نتمنى أنه تكون للدولة العراقية بعيدة عن المحاصصة، هذه المهاترات التي أخذت البلاد إلى نفق مظلم، وآخرها دخول تنظيم داعش إلى ثلث احتلالها إلى ثلث مناطق البلاد. نحن كصحفيين ونخب مثقفة من محافظة نينوى لم نرى العدالة الاجتماعية في توزيع المناصب، خصوصا في الدورة 111 اللي تم توزيعها كانت تذكر الأسماء ويذكر المذهب معها. اليوم نرى عدم الإنصاف في المحافظات الغربية نينوى وصلاح الدين والأنبار في توزيع هذه المناصب. يجب أن يكون توزيع عادل وعدالة اجتماعية في توزيع مثل هكذا مناصب أمنية حساسة. عدم إنصاف أبناء المناطق السنية ما هو إلا شرارة يريد منها المستفيدون بإشعال فتيل التفرقة، لكن وعي الشعب لكل مخططاتهم والتجارب التي مروا بها أخمدت ما كانوا يخططون له حسب مراقبين. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.